توصلت باحثة عمانية من خلال دراستين علميتين أجرتهما لنيل درجة البكالوريوس والماجستير إلى إمكانية الاستفادة من مخلفات مصافي النفط بصناعة البلاط ومن نفايات بعض الفواكه بإنتاج غاز الميثان. وزارة التجارة والصناعة تحدد لائحة أسعار التخفيضات للمنتجات وتؤكد أنه يجب أن لا تقل نسبة التخفيض في أسعار أي منتج عن 20% من سعره قبل التخفيض ومعاقبة المخالفين ب 500 ريال عماني. أحبط رجال الشرطة بمنفذ وادي الجزيم محاولة أحد المواطنين تهريب 8 أشخاص من جنسية آسيوية من ولاية صحار إلى ولاية البريمي عبر المنفذ، حيث خبأهم بين مقاعد الحافلة عند وصولهم ساحة التفتيش. استقبلت الشركة العمانية لإدارة المطارات حجاج بيت الله الحرام العائدين إلى السلطنة عبر مطار مسقط الدولي بعد أن أدوا فريضة الحج لهذا العام، وقدمت لهم بعضا من الهدايا والورود.